أهلا وسهلا بمشاهدينا في حلقة جديدة من حلقاتنا. حلقة النهاردة طالع دردش معاكم في حاجة مهمة جدا جدا لكل منشئ المحتوى، وهم عيني الألف مشترك والأربع تلاف ساعة. إزاي تحققهم؟ بص، أنا النهاردة فعلا هحكي لك تجربتي. واي يوتيوبر وخصوصا بيساعد ينشر محتوى لما كان يقول لك الموضوع ده كنت اقول ازاي يعني اللي هو خلينا نوضحين كده الترند، تمام؟ الترند تمام. انا كنت بقول ازاي استغل دويت، يعني ازاي حاجه دي تحقق لي شروط اليوتيوب. بالعكس، الترند في يوتيوبر كبار هيتكلموا عنه، فليه المحتوى بتاعنا اللي هيطلع؟ حابب اقول لك اللحظه ده هياتي محركات البحث بتكون مش عارفه تعمل احصائيات. ليه؟ دي بتكون كلمه عليها بحث عالي جدا، وفي بقى الفيديوهات لسه بتطلع، فانت كل ما تسارع والفيديو بتاعك يكون الاول، يوتيوب هيطلع للناس. ليه؟ حاجه الناس بتدور عليها، هو عايز يلبي احتياجات كل الناس. اي حاجه الناس تدور هو منصته وفيديوهات، فعايز يطلع الحاجه المطلوبه. تمام كده؟ تمام. فاللي عايزين نقوله دلوقتي ازاي تستغل كلمه ترند، وانا قدرت استغلها، اقدر تستغلها، وللاسف استغلتها متاخر قوي. يعني انت متخيل في يوم، يعني في يوم كده 24 ساعه تبقى داخل المراجعه قناتك باستخدام الترند. لكن ممكن تقعد تنشر فيديوهات عادي 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 عادي. ده الغلط. ليه؟ لان في فيديوهات مسيطره، فيديوهات مسيطره في المحتوى اللي انت بتقدمه، فانت مش هتطلع خالص غير بحمله اعلانيه مثلا. تمام. وبرده الناس اللي بتقول احنا عايزين طرق عمليه، مش شايفين ترند، مجالنا ما فيهش ترند. هقول لك، انا شرحت على القناه طريقه تعمل حمله اعلانيه ببلاش. يعني كنت متخيل طريقه واو. تمام، جربها وقول رايك. تمام. وبرضه استخدمتها على قناتي، يعني ما تجربش كل الطرق فعال، بس موضوع ترند هو فعلا لازم نتكلم فيه، بيكبر من قناتك. يعني انت شايف، يعني بسبب ترند انجاز جديد 2000 مشترك. تمام، كان من 3 ايام. تمام، تعال اوريك مثلا الاحصائيات واوريك فعلا النجله اللي حصلت معايا. يعني لو جينا عند الجمهور، عايز اوريك عدد المشتركين لايف. هنا عدد المشاهدات، تعال نختار الجمهور، المشتركين. ممكن نشوف لايف على فكره عدد الجمهور من هنا، يعني ايوه اللي طلع عدد المشتركين لايف. لو لاحظت معايا هخليها منذ تاريخ الانشاء، هي دي منذ تاريخ الانشاء. تمام، شايف كان بيحصل ضربات في القناه، يعني هنا 400 بقت 700 بيومين، هنا 1300. يعني انت متخيل انت هنا في 8. شايف؟ هتقول لي هنا مش واضح يا عم، انت يعتبر ماشي الى نوعا ما بالتدريج، بس في نجلات. يعني في 300 بقينا 600، يعني تمام، يعني 300 مشترك في مفيش. ده بسبب الترند. تعال اوريها لك في عدد الساعات، اللي هي اصلا ازعاج لنا كلنا. تعال نشوف عدد الساعات مع بعضينا بالتفاصيل. تمام، هوريك فيديو فعلا عمل معايا ضربه، يعني حاجه واو. ثواني نقفل كده، هدخل على المحتوى وهخلي الفلتر هنا الاكثر مشاهده. تمام، يعني فعلا عايزك تشوف قيمه ترند اهي. خلينا مثلا 15000 تطبيق. عندك الفيديو ده جايب 30000 مشاهده، ده مش ترند، ده ماشي بالتحاليل، يعني سنه سنه. تعال نشوفه كده الفرق بين الترند والفرق بين ده. تمام، 30000 مشاهده. تمام، جاب لي 30000 مشاهده. لو جينا شفنا هنا من ساعه ما طلع، شايف طلع سنه، بقاله سنه 462 يوم. يعني انت ما توصلش ل 30000، جت بتعب ومعاناه 462 يوم. لكن شوف الفيديو دويتي 21000 مشاهده. اناليزس، ده كان الترند بتاع التيك توك اللي هو ازاي تعمل ارباح من التيك توك. تمام، انا اتكلمت في الموضوع دويت، ادي منذ تاريخ النشر، منذ تحميل الفيديو. تمام، ادي منذ تحميل الفيديو على القناه، انا نزلته ساعه الترند في يوم واحد جاب 7000 وابتدى ينزل من ساعتها. ما فيش بقى، شايف عدد المشاهدات 1 3 1 3 0 0، في الفتره الاخيره 0، عدد المشاهدات 0. هو ده الترند. في يوم في 24 ساعه 7000 مشاهده، نزل تاني 5000، نزل اليوم اللي بعده 4000، بعدين 2000، بعدين بال 500. يعني شيء ترند. وتخيل بقى لو انا كنت استغليت الترند ده من اوله وحطيت على القناه فيديوهين ثلاثه من ده، يعني فيديو واحد جاب لي، تعال نختار مثلا من حيث ادي الوقت المشاهده بالساعات، 771 ساعة، يعني 1000 ساعة في يوم، يعني ربع شروط اليوتيوب أنا ضربتها في يوم مشتركين، 87 مشترك. تمام؟ لو دوست على العرض المزيد، تعال نشوف إيه ضربة في المشتركين في يوم واحد. كنت جايب هنا 28 مشترك،
التوتال بتاع الفيديو في خلال يومين كان عامل لي بتاع يعني 7000 مشترك زي ما شفناها بره التوتال المشتركين. فانت يعني هو ده قيمه الترند الحقيقي، 21000 مشاهده للقناه. انت متخيل حاجه ترفع من لينك القناه؟ فانت تعال معايا. انا هتقول لي طب انت ما عملتهاش ليه؟ هقول لك انا بحاول، تمام بحاول. فانت شوف محتواك بقى، دي نصيحه فعلا هي فرقت معايا في تحقيق الشروط. يعني هو اعلى فيديوهين في القناه، واحده دي له سنه واحده دي له كام شهر، والانجاز اللي عمله ما عملوش في كام شهر، ده عمله في يوم في 24 ساعه. دي ميزه الترند، دور على الترند واعمله. احنا اليومين دول في كريسماس، تمام؟ ممكن لو انت المحتوى بتاعك متشابه، معلومات تتكلم عن كريسماس، ايه الكريسماس، ايه بابا نويل، ايه حاجات كتير، تمام؟ ويا ريت لما تتكلم ما تحاولش تدخل في الاديان وكده، لا، ما انت كده هتقفل قناتك. انت تتكلم عن معلومات، انت ليش بتدي معلومات؟ مالكش دعوه باقي التفاصيل، تمام؟ فده نصيحه يعني مني ليك، فعلا هتفرق معاك. تعال نكمل باقي شرح. حبيت اوريك حاجه بعينك عشان تشوف يعني فعلا قد ايه كلمه ترند دي بتفرق، بترفع معاك القناه رفعه كامله، تمام؟ تمام. برضه كنت عملت فيديو ترند بس للاسف بشتغل على ترند متاخر، الترند حاولت اجيبه من اوله. هتقول لي يا عم الترند ده خبر احنا مش متوقعينه، حاجه فاجئه. هقول لك لا، في حاجه بتكون معروفه. يعني انا مره عملت فيديو عن نتيجه الثانويه العامه. يعني تعال نجيب مثلا المشاهدات، هنكتب مثلا 3000. ايه؟ تطبيق. في فيديو هنا انا كنت عامله لنتيجه الثانويه العامه، هحاول اجيبه لكم. تعال نكتب طيب نتيجه او ثانويه عامه مثلا. ادي معلش الكيبورد عندي كلها انجلش، فبحاول اخمن مكان الحرف العربي. تعال نعدل فيها، نخليها كده، نخليها نتيجه بس، نتيجه. كتبها غلط، ننتق بس، كفايه اهي. تمام، نتيجه الثانويه العامه. لو جيت كده الفيديوهين دول، ده فيديو زي ده 3000 مشاهده، هو عمل لك 3000 دول في اول ساعه. فانت ليه كنت تخيل لو كنت اهتميت بالموضوع، لو كنت مسكت الترند ده من اوله، لو اسبوع نتيجه قعدت اتابع مع الناس، شايف ثلاثه يعني ادوس على عرض المزيد عشان تشوف بنفسك في يوم. عملت الفيديو لويتي قبل ما تطلع النتيجه بساعه، لكن باجي لو قاعدين اسبوع، ده كنت بنيت قاعده جماهيريه في نتيجه الثانويه العامه. ليه؟ حاجه على الترند، حاجه ماسكه محركات الفيديو. ايه؟ نخليها منذ تاريخ التحميل، فتره الانشاء. شايف؟ قبل ما تلاقيه انا عملته في قلب الترند، فتلاقي الفيديو ضارب على طول، بعدها نام خالص. هتقول له طب اديك قلت فيديو نام مش شايفني، يا عم انت اصعد بقناتك وحقق جمهور، بعدين اعمل فيديوهات اللي هي بتجيب مشاهدات بسيطه، بس انت خلاص حققت الشروط اللي انت عاوز، والفيديوهات الصغيره دي هتكبرك سنه سنه، هتكبر بيها. تمام؟ بيحمل بس، معلش النت عندي بطيء سنه. تمام، لو جبنا اخر 365 يوم، شايف هنا اصفار، هو ما كانش غالبا نشر اصفار. ايه دي جه هنا ضرب. ثلاث مشاهدات في يوم، يوم 17/8، تمام؟ من قبل نتيجة الثانوية العامة جاب 3000، بعدين نزل خلاص بيجي صفر 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 صفر، مفيش حد عاوز نتيجة الثانوية العامة خلاص، بس اداني ايه 3000 مشاهدة. الفيديو مده شايف ده 16 ساعة، هتقول ايه 16 ساعة قليلين؟ بس انت بتتكلم في فيديو دقيقة واحدة 16 ساعة، انت متخيل؟ تمام، معنى كده الناس بتسمعها كاملة، تمام؟ فدي ميزه حرفين الفيديوهات الترند، ميزه الفيديوهات الترند، استغلوها يا جماعه، استغلوها. اي حاجه غالبا بيكون فيها ترند، بس انت شغل دماغك هتلاقي فيها ترند. شايف مصادر الزيارات؟ 93% من المشاهدين مصادر خارجيه، تمام؟ كل اللي جول الفيديو دوت مصادر خارجيه. ليه؟ حاطط لينك على الفيس بقى جروبات ثانويه عامه، واو انت في ساعه الفيديو دوتي كان قبل نتيجه 2000 ساعه، فانت في ساعه جبت 3000 مشاهده، وما بالك في ناس قنوات عمالقه بتتكلم في المجال جنبيك، فاهمني؟ فالموضوع فعلا يعني مفيد جدا 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 جدا، الابعد الحدود لو انت قناه صغيره، ولو انت قناه كبيره علشان يكبرك، زيادة الخير خيرين. فدي كانت فكره النهارده، حاولت اوضحها لكم بفيديوهين، يعني ايه ترند وازاي تستفيد من ميزه ترند دهياتي علشان تطير لفوق خالص بقناتك، تمام؟ لو انت بتسمعني بقى اكيد عارف قيمه الاشتراك لمنشئين المحتوى، فياريت بعد اذنك تعمل اشتراك في القناه، تفعل زر الجرس يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. شكرا خالص لمشاهدتكم.